إذا علمت جارتي أو صديقتي بأنني أقوم الليل، هل كلامي هذا يدل على الرياء؟ ما داعي للإخبار بأعمالك من قيام الليل أو الصيام أو غير ذلك، لا داعي للإخبار عن ذلك لأنه يخشى عليك من الرياء. تقول تعقيبا على السؤالين ما اللذين كان قبل الأخير، تقول إنها تتحدث عن صلاتها في الليل وتطلب أيضا الإذن بأنها ستصلي، تقول إن هذا يحدث بدون قصد معين. على كل حال الإنسان يخفي أعماله ولا يتحدث عنها ولا يخبر عنها الناس، لأن هذا يجر إلى الرياء.